أهلا بكم إلى الحدث المصري. والحدث يبدأ مؤخرا، حيث أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أصدر قرارا باختيار الدكتور إسماعيل سراج الدين كمستشار له لشؤون المتاحف والثقافة والعلوم. وجاء في القرار أنه بدون أجر أو بدون أي بدلات، يعني بلاش. وقتها اعترض البعض وفرح البعض الآخر، لكن بقي المنصب يحتاج إلى أسئلة وتوضيح عن الدور الذي يجب أن يتم بهذا الشكل من شخصية لها هذه الاتصالات الدولية الكبيرة، وأيضا عما يمكن أن يقدمه الدكتور إسماعيل لهذه المجالات، خصوصا موضوع المتاحف التي تعتبر كنزا وتراثا مصريا كبيرا، ربما لا تحظى عديد من الدول بما لدينا من آثار وتاريخ ومتاحف. ثم أيضا مؤخرا تم اختيار الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيسا للاتحاد الدولي للمكتبات الرقمية. ولما دخلت كده أبحث عن هذا الاتحاد، وجدت أنه يضم مكتبات عريقة أو أكبر المكتبات في العالم، زي مكتبة الكونغرس، مكتبة كامبريدج، مكتبة أكسفورد، وغيرها من مكتبات عالمية مهمة جدا. إذن هذا الاتحاد مهم جدا، فكون اختيار رئيس هذا الاتحاد أن يكون مصريا المفروض أن يحظى باهتمام كبير جدا في الحالة المصرية، لأنه هنا اعتراف دولي واعتراف عالمي بأهمية أو دور المصري في هذه المكتبات وفي المكتبات الرقمية تحديدا. ونتكلم عن أن مكتبة اسكندرية كان لها دور وباع كبير جدا بتخزين أكثر من 200 ألف عنوان موجودة ممكن الناس تستفيد بها على الانترنت تحديدا. ثم أيضا عاوزين نتكلم على مكتبة اسكندرية والأنشطة التي تحدث فيها، ونتكلم عن التعليم، لأنه رسالة الدكتوراه للدكتور إسماعيل كانت عن التعليم، وبالتالي من هارفارد، فبالتالي بنتكلم على حد خبير بهذه المجال، ونتكلم عن الأمية، أمية القراية والكتابة والتسريب، ونتكلم على الانترنت اللي هو كان مهتم به في الفترة الماضية بشكل كبير. عندنا عناوين كتيرة ومواضيع كبيرة جدا مع الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة اسكندرية ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الثقافه والعلوم والمتاحف. دكتور اسماعيل، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ببارك لك مرتين، مره على المنصب المستشار، ومره لا، انا بشكل شخصي عاوز ابدا من الاتحاد الدولي للمكتبات الرقميه، لان ده حاجه مهمه جدا، بس ده ببارك لك بيه. لكن موضوع منصب المستشار، كان محتاجين نفهم المنصب شرفي ولا منصب له جوب سكريبشن وله وظيفه وهتاديها، ولان الحقيقه يمكن الجمعيه الوطنيه للمتاحف المصريه حاطه امل كبير جدا عليك، وعامله طلب انه ودعمتك وفرحت وتريد منك بقى دور لانجاز اشياء كثيره جدا، الحمل كبير، كان الله في العون. الله يخليك. لا الحقيقه اولا يعني انا عايز اعبر عن شكري وتقديري للرئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب على هذه الثقه. لأننا نعرف بعض كويس واشتغلنا مع بعض قبل كده، وهو يعلم بعض أوجه تخصصاتي وخبراتي في شتى الأوجه، فهو الحقيقة طلب مني أني أساند هذا. أنا طبعا لي منصبي في مكتبة الإسكندرية، وبالتالي من الطبيعي أننا نعتبر أن ده خدمة وطنية فقط، عشان كده من غير مقابل، ما لاش دعوة، ده خدمة وطنية. وإحنا أنا أساسا أستاذ محمود تركت كل مناصبي الدولية، مش بس كنت رئيس نائب رئيس البنك الدولي، كنت رئيس الزراعة العالمية، وكنت رئيس الشراكة الدولية للمياه، وكنت رئيس السي جاب، وكنت رئيس حاجات كتيرة جدا، سبتها كلها عشان أجي مصر، عشان أخدم مصر أولا في بناء مكتبة اسكندرية. والحمد لله تقدمنا في هذا إلى حد ما، وبعدين دلوقتي طبعا لما أطلب في خدمة أخرى احنا بنقول تمام يا فندم، مصر دي فوق الكل. طب ايه دور بقى المستشار؟ المستشار اولا بيشير، اذا طلب منه حاجه بيشير، انما بهذا المجال بالتحديد دوري، وده يمكن سبب اختياري، ان فعلا شاءت الظروف في حياتي والمهنيه انا ليا اتصالات دوليه واسعه جدا. الحمد لله. ويعني في اعضاء لجان ملهاش اول من اخر، بعضها برأسها وبعضها بعضو فيها، وبعضها بشرف عليها، وبعضها بتبقى لجان تحكيم. كنت لسه بندي جايزه شيراك مع الرئيس شيراك ورئيس هولندا والجماعه دول في فرنسا، فليه اتصالات واسعه جدا. فالفكره وهي خبره ايضا دوليه في كيفيه اعداد المشروعات الى اخره. فالفكره كلها ان انا لازم اجند قدر المستطاع هذه الخبرة الدولية وهذه الاتصالات الدولية
لخدمة ودعم المشروعات التي يبلورها وينفذها الوزراء في هذه الحكومة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلي. فإذا أنا شغلتي إن أقدر أسندهم في اللي هم بيعملوه، لأن هم الجهاز التنفيذي، هم صناع القرار، أنا مستشار ولكن بما لي من اتصالات تحت أمرهم. فده الفكرة. يعني أنا أساسي. أنا جاي في ذهني مثلا أسأل حضرتك هذا السؤال، هل حضرتك قلت لرئيس الوزراء أنت عاوزني أبقى مستشار تاخد بكلامي أو ما تاخدش، ولا هيبقى ليا دور حقيقي فأقبل هذا المنصب؟ لا، أنت بتفترض أن المستشار ملوش دور حقيقي. أنا المستشارين في العالم كله لهم دور في العالم، بس إنما لا في مصر كذلك، لا في مصر كذلك مستشار. يعني فعاوز أتكلم على أساس إيه، أنه لا هناك مردود لاختيار شخصية دولية ولها هذه العلاقات وهذه الاتصالات وهذه الخلفية الكبيرة جدا، هناك مردود سيعود على المتاحف والثقافة والعلوم. نرجو ذلك. المردود ده ممكن يبان للجمهور ممكن ما يبانش، لأنه دور المستشار هو أن يشير. نعم. ومثلا جايز جدا أن وزير الثقافة، وزير البحث العلمي، وزير الآثار، وزير التعليم العالي بيفكر في مشكلة ويستشيرني في حاجة ويقول لي أنا عادي البدائل قدامي، إيه رأيك؟ وقد يستأنس برأيي وقد يستفيد. وكذلك رئيس الوزراء، بس ده ما بيبانش بقى المردود قدام الناس لأنه ما بيبانش فيه. ده ممكن يبان في حاجات تانية. يعني هل ممكن تعمل خطة النهوض بالمتاحف المصرية وتعلنها طبعا بالتنسيق مع مش أنا الوزير أنا المختص، مش أنا، أو تقدمها لرئيس الوزراء؟ مش أنا والوزير المختص بيفعل هذا، وقد أعاونه إذا طلب مني ذلك في إعداد خطة إذا أراد، في تنفيذ جزء من الخطة إذا أراد. وبصفة خاصة طبعا أنا متخيل أنه الجزء اللي مهتمين فيه أكتر هو اتصالاتي الدولية. يعني أنا أعرف مثلا لاني بعمل معاهم في لجان وفي حاجات تانية رؤساء اغلب المتاحف الدوليه الكبيره. يعني البريتش ميوزيوم والسميثسونيان والمتروبوليتان واللوفر كل الناس دي اعرفهم كويس قوي. وتعاملت معاهم وكنا في لجان قبل كده وبتاع، بحيث ان احنا لو عايزين منهم اي حاجه ممكن اسهل العديد من هذه الامور، لان في صله شخصيه بتربطني بيهم عبر سنوات طويله. طب لو ما طلبش الوزير؟ والله دي تبقى هتبقى حاجه لا في لا لا في رئيس وزراء، في رئيس وزراء، انا مستشار رئيس الوزراء. ورئيس الوزراء ممكن ان هو يطلب مني اني اتعاون مع الوزير الفلاني او الوزير الفلاني في موضوع فلاني. ثم الحمد لله كل هؤلاء الوزراء اصدقاء، يعني سواء الدكتور جابر عصفور، الدكتور ممدوح الضماطي، ثقافة او في لا بالعكس، دول اصدقاء واشتغلنا مع بعض قبل كده وفي حاجات كتيره ونعرف بعض كويس وبنتعاون في حاجات كتيره. لا شك ان المتاحف المصريه مرت بازمه شديده جدا، وهذه الازمه تفاقمت في الفتره الماضيه. كان في فتره قلاقل وكان في عجز في الموازنه وكان في حاجات كتيره جدا، فادى هذا الى ان عدد من المتاحف المصريه ما زال مثلا مغلقا تحت الإصلاح، تحت الصيانة إلى آخره. ودي طبعا فيها عيوب وفيها فوائد. العيوب طبعا أن المتاحف مقفولة، وده إرث زي ما حضرتك تفضلت تنفرد بيه مصر عن بقية العالم، لأن احنا عندنا إرث ثقافي وتراثي ليس له مثيل في العالم. إنما الحاجة التانية أنها فرصة، لأنه إذا كنا هنعيد تأهيل هذه المتاحف ان ندخل بقى التكنولوجيا الجديده والافكار الجديده، لان انت مش مجرد بس هتصلح حيطان وشبابيك وبتاع، لا دي فرصه كمان انك انت تفكر في العرض المتحفي الحديث يبقى ازاي، اللي هي الماركتنج. انا عاوز اعمل غير الماركتنج، غير الماركتنج ده حاجه كمان. انا بتكلم دلوقتي طريقه العرض، تاهيل نفسه، طريقه العرض، تاسيس المتحف قبل ما اسوقه، طريقه العرض للمعروضات تغيرت. انت عندك جيل دلوقتي طالع على الانترنت وطالع على انه هيبقى في ايده انه يقدر يدور على، مش بس يدور في المحمول على بتاعه معينة، على اي قطعه معينه يلاقيها في العالم. احنا بقى لنا دلوقتي 7-8 سنين في مكتبه اسكندريه مع مركز توثيق التراث الدكتور فتحي صالح، وهو ايضا مستشار رئيس الوزراء لشؤون التراث، المشروع اسمه الجلوبال ايجيبشن ميوزيوم في عدد من المتاحف الاوروبيه، بناخد القطع المصريه بتاعتهم
متصورة بالأبعاد الثلاثة وممكن تقلبها كده إلى آخره وتبحث فيها، عايز تشوف تماثيل من الفخار من فترة كذا هيطلع لك التماثيل، عايز تشوف تناجرة هكذا. طيب الخطوة اللي بعد كده والتكنولوجيا بتاعتها جاية إنها هتبقى بثلاث أبعاد، وممكن انك انت هتشوفها بصوره حيويه. فالتساؤل في المتاحف، وانا كنت لسه في برشلونه من شهرين بدي محاضره بناء على طلبهم حول مستقبل المتاحف هتبقى شكلها ايه؟ لانه اذا كانت الناس هتبقى عندها امكانيه ان هي قاعده تجيلها صور وتشوف الحاجات دي وتشوفها بثلاث ابعاد عندها في البيت، يبقى محدش هيروح المتاحف. لا هيروحوا برضه. هيروحوا ليه بقى؟ والسؤال بقى لازم بقى يبقى التفاعل اللي بيتعمل في المتحف مختلف. وطريقة العرض في المتحف مختلفة عما كانت عليه. يعني مش لازم اروح اشوف قطعة محطوطة ورا لوح ازاز وامشي، لا عاوز اشوف شيء اخر. هتشوف القطعة، الميزة بقى في المتحف انك هتشوف القطعة الأصلية. وبتشوفها ورا الازاز فانت بتشوف ناحية واحدة منها. انما ايه؟ هتبقى يا اما هيدوك لابتوب يا اما انت معاك بالموبايل بتاعك هتقدر تطلعها وتقلبها في نفس الوقت، بس ايه؟ طبعا بتقلبها بصورة تخيلية فيرتشوال. انما هنا شايف القطعة الحقيقية قدامك. فتقدر تشوف القطع الحقيقيه، لان في برضه رابطه ان الواحد يشوف القطع الحقيقيه. يعني انا لما ابص قدامي مثلا، كنت في انجلترا او في امريكا عندهم برضه نسخه منها ماجنا كارتا اللي هو الوثيقه البرلمانيه البريطانيه 1215، يعني عمرها دلوقتي قربت على 800 سنه. 800 سنة. لما طبعا النص الاصلي موجود وصورها موجوده، انما لما تشوفها قدامك في فيترينا كده تقدر تشوف النص البارشمنت الاصلي بتاعها. حاجه تانية لما تروح تشوف برديه في المتحف المصري غير لما انت تشوف صورتها والتكست بتاعها. ففي تفاعل مع القطعه الاصليه. انما ايضا هيحتاج طريقه عرض مختلفه، هيحتاج يعني المفهوم التفاعلي هيزيد جدا. والحقيقه انا كنت لسه في السويد لاتصالات مختلفه في حاجات مختلفه، انما ايضا زرت المتحف عندهم جناح مصري لا باس به، وعاملين عروض في منتهى الجمال. يعني موميا مثلا تقدر تشوف الموميا، ويعني الموميا موجوده في فيترينات وراك صندوق بتاعها السركوفاجس بتاعها، وترابيزه زي دي تمسكها انت وتحركها كده كمعرض الموميا تحت. كل الاتجاهات؟ لا مش بس تشوفها من كل الاتجاهات، تشيل منها راء 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 وبعدين تقطعها نصين وتفتح النصين وتبص جواها وتشوف الحاجات اللي موجوده فيها وتقفلها تاني وتلففها وترجع وبعدين تبص هتلاقي بقى القطعه اللي قدامك اللي عمرها 3000 سنه زي ما هي، اللي 3000 سنه دي قدامك وانت شايفها بثلاث ابعاد وتتحرك تتمكن فيها. العرض ده يعني كان ابتدع من فتره زمنيه البريتش ميوزيوم وتطوروه في السويد وتطوروه في حته تانية. فاحنا عايزين نضفي في المتاحف بتاعتنا كل الامكانيات الحديثه ويبقى في سيستم لتحديثها، لان الثوره المعرفيه بتتطور بصوره كبيره جدا. بس احنا عندنا مشكله ماديه، خليني اقول لك ده. احنا عندنا ده مش غالي. انا عاوز اقول لحضرتك ده مش غالي. ما انا عارف، بس عاوز اقول لحضرتك عندنا قطع محطوطه في صناديق ومتكسره. أيوة. وعندنا قطع متعلقه غلط بعد خمس ست سنين بتتكسر وتقع، ما احناش عارفين نعرض على الحيط. ما لا احنا هنحسن هذا طبعا، ده المفروض. هل محتاجين فلوس؟ محتاجين دعم تمويل خارجي؟ طبعا. اليونسكو تقول لك عندكم حدود مش هنديكم اكتر من كده. لا اليونسكو ما عندهاش. يعني عندنا المتحف الاسلامي لغايه دلوقتي ما حدش دفع لنا حاجه عشان يرممها. اليونسكو ليست جهه تمويل. اليونسكو مؤسسه علميه وثقافيه وتساند باعتبار انها تمثل المؤسسه الثقافيه لدول العالم. نعم. ولكنها مش جهه تمويل. ففي جهات تمويل اخرى. يعني انا كنت في البنك الدولي جهه تمويل. الصندوق العربي جهه تمويل. ومنصبك في السابق ممكن يدينا فلوس؟ ممكن على حسب بس المشروع اللي بيتقدم شكله ايه يعني. ودي طبعا فيها البنك الدولي بيدي قروض، في جهات بتدي هبات، فيعني عايزين ندور على المساله دي. بس الاهم من هذا اللي قصدي احنا نعمل مشروعنا انه لا، نوع التكنولوجيا اللي بقولها دي مش غاليه. يعني الموميا عندنا والفيترينا اللي هنعرضها عندنا نبنيها. الحاجات اللي بتقلبها دي برامج كمبيوتريه ما تكلفش كتير، يعني هو استعمالها مبهر ومتطور وبتاع. فانت بقى تختار ما يلائم لعرض هذه القطعه
بالتكنولوجيا الجديده اللي ممكن تمكنك من عرض هذه القطع بالصوره الامثل. احنا عندنا طبعا حاجه تانية، ان احنا نختلف عن الناس اللي في السويد دول عندهم موميا تعبانه جدا، واحده يتيمه يعني، انما احنا عندنا ما شاء الله الملوك كلهم موجودين كلها عندنا طبعا، فعندنا حاجات تانية. فالقصد اقوله بس ان احنا فرصتنا في بقى حاجه كبيره للتمويل، لان المشروعات بتاعتنا مشروعات كبيره وتستحق. يعني المتحف المصري الكبير ده يمكن اهم مشروع في العالم. ليه ما اتفتحش لغايه دلوقتي؟ لا مشروع ضخم جدا، وطبعا في حضرتك كلمت مع رئيس الوزراء في القصص دي؟ طبعا ورئيس يعني الوزراء. ايه اللي مأخره لغايه دلوقتي؟ يعني المفروض كان يفتح، كل مره نقول لك كان المفروض يفتح ولم يفتح. طبعا اولا يعني التنفيذ اخذ فتره بطء اذا جاز القول وتوقف سنين. ويعني في، فانت عارف الحاجات. زائد بقى ان اعاده العوده الى التصميم والتنفيذ بتحتاج لمتابعه وبتحتاج لتمويل. فالحاجات دي كلها يعني شيء طبيعي في المشروعات الكبرى. ولو تفكر في اغلب المشروعات الكبرى يمكن باستثناء بعض الدول البتروليه الخليجيه اللي هي ما شاء الله بتقدر تمول باي حاجه ذاتيا، اغلب المشروعات بتمر بفترات عايزه الواحد يظبط فيها ويرجع يشوف الموازنه تاني وحاجات زي كده. فاحنا عندنا المتاحف المصريه عندنا اعظم مقتنيات في العالم بمراحل. بمراحل يعني ما فيش حتى وجه مقارن. وحتى المتاحف العالميه قائمه على المقتنيات المصريه. لا يعني جزء فيها يعني جدا. واللي عندهم ده مهما كانت مجموعات كبيره فهي لا تقارن بالمجموعات اللي في مصر. فالحقيقه يعني عندنا هذا الثراء التراثي الضخم يجب ان نعرضه والعرض مناسب له ويتناسب معه. فالمشروع المصري، المتحف المصري الكبير مشروع يتناسب مع هذه المجموعه الاثريه الضخمه، وطريقه عرضه جميله جدا، طبقات وسلالم وتنتهي بحيطه ازاز تشوف منها الاهرامات. وعلى الناحيتين هيبقى في التماثيل العظيمه لكبار الفراعنه اللي حكموا مصر، ومن الجناب هتلاقي قاعات خاصه منها مجموعه توت عنخ امون ومنها مجموعه اخرى. تصور جميل جدا ولازم ياخد حقه. ما تنساش انت بتقارن بمتاحف اتبنت من مده طويله. المتحف المصري اتبنى من اكتر من 100 سنه، 1904 كنت فاكر انا مظبوط، انما يعني في هذه المده زادت المجموعات بتاعتنا، ولذلك في عدد كبير من العرض وتقنيات العرض تغير والقطع موجوده دلوقتي تغطي اكتر من هذا المتحف بكثير. فالمشروع ده مشروع عالمي ويستحق طبعا انه يجد كل الدعم من كل الناس. في 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 زمن كده ممكن نقول خلال كذا هيتفتح؟ لانه يعني كل ما نسال السؤال ده لا نجد اجابه مثلا لحد ما هو يعني سنه سنتين. لما بتعمل حاجة هتبقى تحفة عالمية ما تستعجلش، اعملها صح. والدليل لا احنا طبعا مرينا بفترة ما اقدرش تقول بحاسب انت مريت على كام حكومة بذمتك؟ دلوقتي تقول ثلاثة مثلا. لا انا بتكلم من سنة 2011 لغاية دلوقتي. مش عارف اعد يعني. بس طيب ما انت مش عارف تعد يعني. شوف في كام وزير عدى على المسؤولية دي. فإذا ده أيضا بيعمل خلل في صناعة القرارات في استمرارية المشروعات. فإحنا دلوقتي ندي فرصة للحكومة الحالية إنها تأخذ زمام الأمور في إيديها وتنفذ وتكمل تنفيذ الحاجات دي، لأن عندك حاجات تانية برضو مطروحة. أنت عندك طبعا بنتكلم على إصلاح المتحف الفن الإسلامي، وهو من أهم المتاحف في العالم إن لم يكن أهمها، الذي فجر بسبب انفجار المدرج أمن القاهرة. طيب عندك المتحف الجريكو رومان في اسكندرية بقاله للمقتنيات الإغريقية. في متاحف سرقت كاملة؟ لا يعني لا سرقت ما أعرفش، إنما على الأقل هو تحت الإصلاح بقاله فترة من السنوات. فالمشروعات دي كلها متضاربة والأولويات بتاعتها بتطارد المسؤولين في صناعتها. وهنا بقى الواحد ممكن ان هو يمكن
يقدر يساعد بشيء في الرأي أو المشورة أو اتصالات أو حاجة زي كده لو في حاجة إليه. بس أنا يعني متفائل لأن مصر عندها ثروة ليست لها مثيل، ونعرضها عرض مناسب. طول عمرنا عندنا ثروة كبيرة مش عارفين نسوقها. لا احنا كنا يعني لا ازاي بقى؟ ايه سبب تفاؤلك المرة دي بقى؟ نعم، ايه سبب تفاؤل حضرتك هذه المرة؟ شوف احنا السنين اللي فاتت كنا اصحاب تاريخ ما احناش قادرين بيه قوي، يعني لانه ما قدرناش هو اهم تاريخ لكن ما قدرناش نسوقه بشكل صح. ما هو قضية التسويق جزء منها، مثلا لو انت هتعتبر ان الجزء الاساسي هو السياحة فده تسويق سياحي وله سياسات وتصورات معينة. في جزء منه السياحة الثقافية، وفي جزء منه سياحة المنتجعات إلى آخره. وفي ناس تقول لك لا، ما هو سياحة المنتجعات دي ناس بتروح وترجع كل سنة عشان لو عجبها المنتجع، بينما لو جم يتفرجوا على الآثار هيتفرجوا مرة وبعدين يروحوا الصين وبعدين يروحوا مش عارف ايه. ففي تصورات مختلفة لكيفية يعني هذا التسويق. أنا يهمني حاجة تانية، المتاحف ليست فقط للأجانب، المتاحف أصلا للمصريين. يعرف هي بتسمح لنا أيوة أن يبقى في تواصل ما بين الجيل المعاصر والتراث، يعني هذا التواصل مع التاريخ ومعرفة الذات. طبعا أقول لك حاجة، أغلب الناس ما تعرفش الحكاية دي، وأنا يعني لسه كنت في السويد كنت بكلمهم في الحكاية دي وبيكلموني على مصر وقلت لهم مصر ليها وضع ليس له مثيل في العالم. انت لما تروح المتحف المصري هتجد الستيلا اوف نارمر دي اللي هي القطعه اللي ملك مينا وحد القطرين، وكل طفل في مصر بيتعلم حكايه ان ملك مينا وحد القطرين. امتى؟ 3100 سنه قبل الميلاد، يعني الحكايه دي بقى لها 5100 سنه. ومن تلك اللحظه، من 5100 سنه، مصر موحده كدوله لها قياده موحده وتقريبا في نفس الحدود. يعني الحد الغربي يروح شويه لغايه بنغازي، يرجع شويه لغايه مرسى مطروح، حاجات زي كده، تحت من الكتاركت السادس والرابع والحاجات دي بتحرك شويه كده، واخدين سينا وساعات نروح شويه لغايه فلسطين، انما تقريبا كده زي ما هي كتله واحده. الوادي متواجد فيه المصريين وفي شويه واحات، انما المصريين موجودين. الواحات طبعا في واحات جميله جدا زي سيوه وغيرها، انا بتكلم انا اساسا ان السكان، وهذه معروفه انها مصر والسكان دول مصريين. هذه الوحده التاريخيه صنعت جزء لا يتجزا من الشخصيه المصريه. المصري له ارتباط بالارض والتراب والنيل ليس له مثيل، يعني هو مصري قبل كل شيء. صحيح. وقد يكون بعد ثم ليس لدينا المذاهب والطوائف والقوميات المختلفة. أيوة، كلهم مصريون. عشان اديك فكرة بقى، ليه بقى كلهم مسلمين او مسيحيين فقط؟ لا، ليه الكلام ده مهم بقى؟ يمكن تاني دولة فيها هذه الاستمرارية التاريخية، لو اتكلمنا عن الصين، تجمعت 200 قبل الميلاد، يعني عمرها 2200 سنة. مصر 5100 سنة. العمق التاريخي بتاع مصر ده ملوش مثيل. الاسكندر الاكبر اللي هما في اوروبا بيعتبروه قمه التاريخ القديم بتاعهم، لما جه مصر 300 قبل الميلاد، يعني من 2300 سنه، البعد التاريخي بين الاسكندر واحنا اقل من البعد ما بين الاسكندر وبنات الهرم، واللي هما لسه في قبليهم مينا وقبليهم الفتره ما قبل التوحيد. فمصر فيها هذا البعد التاريخي، صنعت التاريخ، صنعت الشخصيه المصريه، صنعت الحضاره. فيهمني ان الشباب المصري والشعب المصري يتواصل مع هذا التاريخ ويعرف ده، وده بقى دور المتاحف. يعني المتاحف مش فرجه بس، مش فرجه بس، مؤسسات تعليميه وثقافيه ولها بعد ثقافي بتربط الشخصيه مع التاريخ. وبتجذر الانسان المصري في ثقافته. عندي نقطة يعني لازم حضرتك نمر عليها مرور سريع، وهي البعض الحقيقة اتكلم على بعض المعترضين اللي اتكلموا على المنصب وقالوا والله في قضية تأجلت لغاية يوم 29/12 فهنتكلم على القضية دي. لا نعم يا استاذ محمود، دي شوية بلاغات كيدية اتقدمت فيا. انا مع وكان يعني عشان تعرف قدر الكيد بتاع الناس، 118 بلاغ جمعتهم النيابة ب 57 ملف،
وحققوا تحقيقات لمدة سنين وأخذوا عشرات الألاف من الصفحات وانتهوا الآخر إلى استبعاد أي شبهة للتعدي على المال العام. نمرة اتنين قالوا طيب جنحة، جنحة إيه بقى؟ إن دفعت مرتبات موظفين مثبتين في الدولة وما اديتهمش الشغل كفاية، فده يعتبر إهدار لمرتباتهم. هو في واحد يقدر يمنع مرتب عن موظف عام بغض النظر عن أي حاجة تانية في نظام الدولة المصرية؟ لا مفيش. فده أول. تاني واحدة قالوا إن عرضت على مجلس الأمناء عرض ربما يكون ما كانش واضح. تالت واحدة قالوا إن يمكن السيارة العربية اللي لا العربية استبعدوها، استبعدوها كل البلاغات التانية دي استبعدوها. تالت واحدة قالوا في كافيتريات اتأجرت في المكتبة كان يمكن تتأجر بصورة أحسن، إنما ما فيش أي شبهة تربح ولا تربيح ولا أي حاجة تانية. الحقيقة أنا قبل ما أقعد مع حضرتك فيعني كلام أنا قعدت أذاكر ولا يجوز بقى إن إحنا الحقيقة لما أنا عارف يعني، بس الحقيقة للأمانة شديدة جدا يعني إيه، قبل ما أجي لحضرتك جلست قريت كل هذا الكلام اللي أنت بتقول عليه علي أجد شيء أضعه أمامك حتى لا يقال إن أنا قصرت في مواجهتك بكل ما يعني الحقيقة، لم أجد شيء أقدر أمسكه بإيدي عشان أناقشك فيه. لقيت كافتريات زي ما حضرتك قلت، بس ما لقيت حاجات تم استبعادها، فيعني ما نيش لاقي حاجة، كل الحاجات مانيش لاقي حاجة استبعد. أنتقد فيها الدكتور إسماعيل سراج الدين بانتقادات أو أواجهه بحقائق تخضه على الهوى وأطلع أنا بطل على الهوى وأقول فيش حاجة تانية. الحقيقة وأنا مش سلوبي لكن أنا مش عاوز يعني يبقى في شيء يقوله أصل والله كان يجب أن تسأله هذا السؤال وما سألتوش، فأنا بس مريت على هذا الأمر بس ويعلم الله أن أنا قريت كل الجزء كبير جدا من هذه البلاغات. أنا هقولها لك بقى لأنه القضية دي نظر فيها قدام المحكمة في يونيو 2012. نعم. وكان قرار المحكمة طلب تقرير خبراء جديد حول قضية الكافيتيريا. نعم. وطلب تعيين، طلب من النيابة مش مننا يعني. طبعا. تعيين لجنة خبراء جديدة لإعداد هذا التقرير. سبب تأجيل في سنتين ونص دولة إن التقرير ده لسه ما جاش. ده مش التقرير بتاعي ومش حاجة أنا لو عليا أنا عايز أنهي المسألة دي بحيث إن ما يبقاش في حد يقول إن لسه في قضية قدام المحاكم. ما فيش قضية قدام المحاكم، دي قضية أساسها يعني أهم حاجة فيها إنه بعد كل البلاغات دي أول قرار في مذكرة الإحالة استبعاد أي شبهة للتعدي على المال العام. دي أهم حاجة، دي أهم بالنسبة حاجة طبعا. طبعا. وبعدين طبعا. يعني اتهامات الكيدية دي استمرت في حتة تانية في الدولة. أنا أكبر متبرع لمكتبة اسكندرية من مالي الخاص. قول الرقم يا فندم. نقول مبلغ ولا حضرتك يعني مش عايز تقول؟ قول. أنا دلوقتي يعني عدى 4 مليون. تاخد مرتب تبرعات؟ انا كنت باخد مرتب بتبرع بثلاث ارباع المرتب بتاعي وباخد ربع، فيعني دلوقتي باخد من مكتبه اسكندريه ال 42500 اللي هم محددين الاجر بالحد الاقصى. الحد الاقصى مش باخدش مليم فوقيه 42500 بس ده اللي حضرتك تاخده من المكتب. ايوه بس يعني اسمح لي مش ده الموضوع اللي نتكلم صحيح. فيه صحيح. يعني اذا كان عندنا وقت يا استاذ محمود على الهواء طبعا الجمهور ده يستحق ان احنا نتكلم في موضوعات اهم بكتير جدا من بعض البلاغات الكيديه اللي تقدمت. أنا مش وانا مرتضي اي قرار للقضاء المصري لان انا بأؤمن بالقضاء المصري. انا بس يعني في اطار الحياد والله وفي اطار شفافيه انا مش عاوز يقولوا والله اصله كان يجب ان يسالوا هذا السؤال وما سالوش، فانا سالت كل الاسئله التي قد تاتي في ذهن اي واحد. وانا عاوز اقول لك يمكن دي كانت اول نقطه ان انا اقعد اذاكر فيها عشان حتى لا يقول لي اي مشاهد والله كان لازم تساله اسئله وما سالتوش. فالحقيقه يعني وعدت وليس هناك شيء مختلف عما قلته يعني من كل المستندات اللي انا قريتها وذكرتها. خلينا نطلع فاصل وهروح لنقطه مهمه جدا وهي الاتحاد الدولي للمكتبات الرقميه ان يختار شخصيه مصريه رئيس لهذا الاتحاد الدولي الذي يحوي هذه ويضم هذه المكتبات العالمية العريقة بهذا الشكل، وأن يمر الخبر مرورا سريعا على علينا كإعلاميين مصريين دون أن نحتفي بهذا الأمر. أعتقد ده تقصير نعترف به. بعد الهواء مباشرة هنناقش هذه المسألة، هذا الاتحاد الدولي للمكتبات الرقمية ودور مكتبة الإسكندرية في أن تكون رائدة في المبادرة بتخزين هذا الكم من العناوين أن تكون متاحة للناس. 200 ألف عنوان موجودة بهذا الشكل. بعد الفاصل
حجارة عادية، بين أكوامها موت يتربص بمن يقترب. حولت توكوت إلى مقبرة مفتوحة، تصارع المرض وتنتظر قدرها المحتوم. إنها مصدر رزقهم وطريقهم للهلاك. المهنة المميتة، مهمة خاصة. السبت 9:30 على شاشة العربية. أول انتخابات رئاسية حرة ومباشرة منذ استقلال تونس. 27 مرشحاً يتنافسون على رئاسة البلاد. انتخابات تدور وسط مخاوف أمنية. اختبار جديد للديمقراطية أمام التونسيين. تونس تنتخب رئيسها. هز انفجار قوي ساحة التحرير في وسط العاصمة اليمنية صنعاء. قبل رئيس عبد رب منصور هادي الاعتذار الذي رفعه أحمد عوض بن مبارك إليه عن تشكيل الحكومة. مصادر الحدث أشارت إلى مقتل نحو 32 شخصاً في الهجوم الانتحاري. من الجهة التي يمكن أن تكون وراء هذا الانفجار؟ هناك أيضاً فئات داخل السلطة اليمنية تريد أن تدفع بالبلاد إلى حرب أهلية. قتل جنديان يمنيان وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة. الرئيس عبد رب منصور هادي كلف خالد محفوظ بحاح كي يشكل حكومة الشراكة الوطنية. الحوثيين تمكنوا من السيطرة على أحد مخازن الأسلحة في ديرية باجل. دخول القاعدة على خط الصراع والتفجيرات، إلى أين قد ينقل هذا الصراع؟ طابت أوقاتكم من الحدث، أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية. ينضم إلينا من أربيل مراسل الحدث، من وما آخر التطورات من هناك؟ وينضم إلينا من القاهرة أحمد بقاتو مراسل الحدث. الزميلة هدير الربيعي تعرفنا أكثر على هذه المنطقة وأهميتها. بإمكانكم الاستماع لأخبار الحدث. أهلا بكم إلى هذه النشرة لأهم الأنباء من الحدث عبر أثير إذاعة صوت لبنان على رأس الساعة. أهلا بكم من جديد، ويشرفني أن يكون معي الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية مستشار رئيس مجلس الوزراء للثقافة والعلوم والمتاحف. وصلنا إلى نقطة الاتحاد الدولي للمكتبات الرقمية ولا المكتبة الرقمية، واختيار حضرتك كرئيس لهذه المؤسسة. طيب احنا اولا نبدا انه الاتحاد العالمي للاتحاد العالمي اللي هو الاتحاد الدولي للمكتبات الرقمية، المكتبات الرقمية ده مجموعة صغيرة من المكتبات لها دور ريادي في هذا الموضوع. ويشرفني ان مكتبة اسكندرية اختيرت بعد 2.5 سنين لتبقى عضو في هذا الاتحاد، واتحاد حوالي 32 مكتبة، وكان المكتبة الوحيدة غير امريكية كانت المكتبة البريطانية في هذا الوقت، ومكتبة اسكندرية كانت تاني واحدة. طبعا لما بقيت عضو بقى ليا حق التصويت. فمن اول حاجات عملوها كلموني قالوا لي في طلب من مكتبة أكسفورد، هل ترى نقبل مكتبة أكسفورد ولا ما نقبلهاش؟ فطبعا أنا قلت مكتبة أكسفورد يستشيروك أنك قبل تقبل؟ قلت للسكرتير اقرأ لي السؤال تاني، عايز أسمعه تاني. أنا أن مكتبة اسكندرية بتسأل نقبل أو لا نقبل مكتبة أكسفورد، إحنا قبلنا كأعضاء قبليهم يعني. فدلوقتي بقينا حوالي 40 عضو في 45 عضو في الاتحاد ده. وده شغله اساسا بندور على وسائل معينه في التكنولوجيا بتاعتها. انما في مشروع دولي كبير جدا اسمه المكتبه الرقميه العالميه، ده كان بداته مكتبه الكونجرس مع اليونسكو. وبدانا ب 100 دوله، ب 100 مكتبه من 70 دوله، ودلوقتي عندنا 180 مكتبه من 80 دوله. من مصر في دار الكتب ومكتبة اسكندرية. هذا اتحاد الائتلاف العالمي عشان نعمل مكتبة رقمية عالمية لها أبعاد معينة، مش مجرد تجميع أي حاجة رقمية. أنا عاوز أوضح يعني للناس بس يعني مكتبة رقمية، عشان مكتبة رقمية هي أنك أنت تقدر تروح في حتة في موقع معين وتجد المادة بتاعتك مطروحة بصورة رقمية وتقدر تتفاعل معها بصورة مختلفة. يعني احنا ممكن بندور في الكتب
ذكرت انت ال 200 الف كتاب عربي، تعرف كتاب عربي ممكن ادور على اي كلمه في اي كتاب فيهم والاقيها واعرف عدد الكتب. يعني مثلا اقول طيب في مجموعه الكتب دي انا عايز اعرف في ناس اتكلمت على سايكس بيكو، تلقيت سايكس بيكو، طيب هدور على سايكس بيكو هقول لك في الكتاب ده والكتاب ده والكتاب ده وفي الكتاب ده وردت في الصفحه دي وفي الكتاب ده وردت في الصفحه دي. في امكانيات كبيره جدا في البحث الرقمي وفي حاجات تسهيل الحصول على المعلومه. انما اللي بنعمله في المكتبه الرقميه العالميه مختلف. احنا بنطلب من كل الدول دي انه تدور هي نفسها على كيف تقدم الثقافه بتاعتها. وبعدين طريقه العرض بنعملها بسبع لغات والست لغات الدوليه بتاعت الامم المتحده اللي منها العربي طبعا، وبنضيف عليهم البرتغالي لان البرازيل كانت من الدول المؤسسه معانا احنا في الاتحاد. حضرتك رئيس الاتحاد ولا رئيس المكتبه الرقميه؟ انا رئيس المكتبه الرقميه. المكتبه الرقميه دي بشخصك ولا بمكتبه اسكندريه؟ مكتبه اسكندريه. ومكتبه اسكندريه ده دليل على اي مستوى وصلت اليه. وانه طبعا انا اللي بمثلها دي حاجه تانية، انما اساسا دي مكتبه اسكندريه، لانه الحقيقه انا فخور جدا بالانجاز بتاع الشباب المصري، ولازم اقول قدام المشاهدين بتوعنا ان مكتبه اسكندريه تمثل انجاز لازم كل مصري يبقى فخور بيه. اولا انها معترف بيها على مستوى ذروه من اقرانها انها فعلا ند ليهم. يعني ويمكن من المؤسسات المصريه القليله مؤسسات الذروه في الفرع بتاعها معترف مؤسسه عالميه في القمة بيها من قمه المؤسسات العالميه الثقافيه. ثانيا ان المؤسسات دي منبهره بالسرعه اللي وصلت اليه مكتبه اسكندريه الى هذا، لان هم وصلوا اليه عبر عقود من الانجازات التراكميه. احنا 12 سنه 13 سنه ولا حتى من 2002 لغايه دلوقتي وصلنا ما فيش 10 سنين وصلنا الى ذروه بهذا الشكل. نمره 3 100% جهود محليه، جهود محلي، جهود محلي شباب مصري، يعني خريجين جامعات مصريه كلنا مصريين من المدير للغفير كله مصريين، ما فيش والمرتبات بتاعتنا عامة متمشية عن مرتبات الدولة في كل حاجة يعني. هذا الإنجاز الكبير قائم على الشباب المصري. احنا متوسط السن عندنا 31 سنة، وبدأت المكتبة بحوالي 50 واحد، ووصلنا دلوقتي بقينا 2300 لأن عندنا 15 مركز بحثي وعندنا 19 متحف وعندنا الإنجازات دي كلها قام بها الشباب المصري وأنا فخور بيها. أنت بتذكر واحد منهم اللي هو المكتبه الرقميه العالميه. المكتبه الرقميه العالميه اسف انما اقول لك واحد من الذين لا ده واحد انا بس ذكرت الدكتور خالد عسل لانه فاز بافضل كتاب لا والمكتبه ما شاء الله يعني فازت قبل كده باحسن ناشر في متحف الشارقه ومعرض الشارقه ولنا الحقيقه انجازات، والدكتور خالد من القيادات المميزه عندنا. انما عندنا حاجات تانية كتير، يعني مثلا أكبر هدية كتب في التاريخ فرنسا أدتها لنا 500 ألف كتاب لمكتبة اسكندرية. ما أدتهاش ولا للمغرب ولا لتونس ولا الجزائر ولا لبنان ولا حتى الجامعة الفرنسية في مصر، أدتها لمكتبة اسكندرية. هذا اعتراف. كم ألف كتاب؟ 500 ألف كتاب. 500 ألف كتاب هدية من فرنسا إلى مكتبة الإسكندرية. أكبر هدية فرنسا تقدمها. أكبر هدية أي حد قدمها من الكتب في العالم. أي حد من الكتب. انما ايه اشمعنى بقى مكتبه اسكندريه؟ اعتراف مكانه مكتبه اسكندريه طبعا، ده جعل من مكتبه اسكندريه رابع مكتبه عالميا في عدد الكتب الفرنسيه خارج فرنسا عالميا يعني. الهديه دي تمكنت في مره تانية، هولندا كانت بتفتت مجموعه المتحف الملكي الاستوائي، وكان المفكرين الهولنديين زعلانين، ودي كلها عن التنمية كتب عن التنمية، فقلت لهم أنا أخدها كلها وأدوها لنا، وأخدنا يمكن 400 ألف كتاب و 430 ألف كتاب باللغة أغلب 90 حاجة و90% باللغة الإنجليزية و10% إسباني وألماني وفرنسا. سيبنا الكتب الهولندية باللغة الهولندية، قلت لهم ما عندناش ولا مفهرسين هولنديين ولا قراء هولنديين، فيعني وبعدين وزاره الخارجيه كانت عايزه تحتفظ بيهم في هولندا، فاخذت المجموعه الثانيه، ده برضو ثقه. فالمكتبه تمكنت وبعدين انت ذكرت اكثر من مره ال 200 الف كتاب، 200 الف كتاب دي حاجه صغيره بالنسبه لنا. مش ده اللي انتوا فهرستوه على النت وحطيتوه؟ لا دي ولا حاجه، دي
الوقت كتروا. لا لا دي احنا مثلا بدأنا من اول يوم ان احنا المكتبة الوحيدة خارج سان فرانسيسكو اللي كان عندها نسخة من ارشيف الانترنت. أرشيف نسخة من ارشيف الانترنت كله. ارشيف الانترنت ده اللي هو كل الصفحات اللي موجودة على الانترنت في مواقع اللي هي ممكن تخشها من غير ما تدفع اشتراكات او محتاج لباسورد. يعني مش مواقع غير معلنه يعني. بنبعت روبوتس كمبيوتريه تصور كل مش بتصور الموقع بس، بتصور كل صفحه موجوده في الموقع. الموقع فيه 2000 صفحه هتصور 2000 صوره وتعيد هذا 4 مرات في السنه او 6 مرات في السنه. احنا وقفنا العمليه دي، كنا عندنا نسخه كامله لغايه 2008. بعد 2008 زادت جدا العمليه، فاحنا ركزنا على العالم العربي، واحنا بنصور بنعمل ارشيف الانترنت بتاع العالم العربي، يعني تقريبا 1,000,000 موقع باللغه العربيه. مليون موقع تقريبا 1,900 حاجه و 87,000 حاجه زي، يعني تقريبا 1,000,000 موقع بنصورهم 4 مرات في السنه وبنحتفظ بيهم. احسب بقى مليارات الصفحات اللي موجوده في حاجه زي كده عشان تقول 200,000 كتاب دول ده قليل قوي. مش عاوز الوقت يخلص، لان حضرتك مره قلت لي انت بتحريص على حضور المؤتمرات المتعلقه بالانترنت، وانا خايف الوقت يخلص. وانا عاوز اتكلم في النقطه دي، دي مهمه قوي. واهميتها ايه ومصر فين ونعمل لها ايه؟ لا انا هقول لك حاجه، هو اللي بصفه خاصه اللي حصل انه طبعا في ثوره معرفيه كبيره جدا، ومش قضيه مؤتمرات، هي قضيه ان انا دعيت الى لجان. يعني انا كنت مستشار للمؤسسه البحث العلمي الامريكيه لمده 3 سنوات، وفي نهايه طلبوا مني ادي محاضره كبيره في المؤسسه، فاديت عن موضوع الثوره المعرفيه والاعمده السبعه، نفس المحاضره عملتها في مجلس اعلى الثقافه في مصر. بعد كده رجعت بعد دلوقتي انا حاليا مستشار بتاع مؤسسه البحث العلمي بتاعت اليابان، وبرضه بشوف ايه هم اللي بيعملوا في الابحاث. طلب مني ان اكون عضو في لجنه دوليه في السنه اللي فاتت دي حول مستقبل الانترنت وكيفيه حكمه، وكنت في لجنه مع مخترع الانترنت بنت سيرف وبوب كين، اخترعوا الانترنت سنه 73 اللي هو TCP/IP، وهو بنت كان معايا وكان وزير خارجيه السويد بعد كده هو الرئيس الشرفي للجنه دي. فانا كنت في اللجنه العلميه بتاعتها يعني. فقعدنا نبحث مشاكل كثيره جدا في كيفيه حوكمه الانترنت، وكان الناس كلها في العالم مهتمه بيها. يعني انجيلا ميركل عملت مبادره اوروبيه، بوتين عمل مبادره روسيه، الصين كان لها رأي، البرازيل ديلما روسيف رئيسة الجمهورية عملت مؤتمر ضخم في سانت ساو باولو اسمه نت مونديال حول هذه القضايا، وبعدين كلنا رحنا قدمنا التقارير دي في اسطنبول في أول سبتمبر. النقطة كلها أن الثورة اللي بتحصل دلوقتي زي ما اتكلمنا شوية في المتاحف، ثورة ملهاش مثيل. يعني حصل أولا تزاوج ما بين الإنترنت والمحمول. السنة دي هديك شوية أرقام سريعة جدا. السنة دي 2014 أول مرة عدد المحمول يزيد عن عدد البشر، يعني 7.2 مليار. 7.2 مليار محمول. محمول. منهم 2 مليار وبيتزايدوا جدا واصلين على الانترنت. دي أول حاجة. ثانيا الانترنت بيزداد بسرعة رهيبة جدا. ثالثا التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وواتساب وبتاع بيتزايد بسرعة كبيرة جدا، تلتين الناس اللي داخلين على الانترنت بيخشوا عليه. طب ايه حجم المعلومات على الانترنت؟ بنزود يعني سنة 2007 في تقرير اتعمل في جامعة كاليفورنيا قال لك كل ما انتجته البشرية من اول ما بدأنا في تاريخ مسجل لغاية النهاردة 256 اكسابايت. 256 اكسابايت. ده قال كل ما انتجته البشرية، كل ما انتجته، كل ما سجل في كل العالم كله. ده سنة 2007. النهاردة بدأنا السنة كل يوم بنزود على الانترنت 1 اكسابايت، يعني 365 في السنه، بس احنا بنزود اسرع في السنه دي. يعني في السنه قد ما انتجته البشريه اكتر، انما مش وبيتزايد بسرعه كبيره جدا. طب الاكسابايت دي قد ايه عشان اديكوا فكره؟ اكبر مكتبه في العالم مكتبه الكونجرس، لو اخذت كل النصوص اللي موجوده في مكتبة، كل كلمه في مكتبه الكونجرس وحولتها رقميا، الاكسابايت الواحد ده قدها 100,000 مرة. يا خبر. فبنحط على الانترنت 100,000 مرة كل ما موجود في مكتب، لا مكتبة الكونجرس.
مكتبه الكونجرس كل يوم بتاع امريكا اللي اكبر مكتبه في كل يوم بيزيد اكتر من 100,000 مكتبه كونجرس. يعني الانتاج المعرفي للبشر انفجر بشكل كبير جدا. طيب. يوميا. وبالتالي سرعه التكنولوجيا دي ما حصلش لها مثيل. يعني اول تواصل اجتماعي بدا 2002 اللي كان ماي سبيس وفرينستر، بعديها 2004 فيسبوك. فيسبوك يا دوب تمت 10 سنين وجال اكتر من مليار واحد على البتاع دي. يوتيوب 2005، اول سمارت فون كان الايفون 2007، في 7 سنوات في 2 مليار محمول ذكي اللي هم مسميه السمارت فونز موصولين بالانترنت. 2 مليار في 7 سنين. فالتحول اللي عمال يحصل، شوف الشباب وانت ماشي تلاقيهم كل واحد عمال يتواصل. طب ده مستقبله ايه في الدقيقتين اللي جايين؟ انا عاوز اقول مستقبل ده ايه. مستقبل انا ممكن اتكلم على اميه الانترنت في المستقبل. لا بس المستقبل لا، ما هو بس التوسع عمال يتم. فلذلك كنت لسه بنتكلم في الاول على المتاحف، واقول لك لا لازم تفكير جديد في كيفيه التواصل المعرفي. طبعا. مع المتاحف وبتاع، بحيث ان العرض يتمشى مع جيل بيتربى في هذا المناخ. الجيل الجديد متواصل على الحاجات دي كلها. فبالتالي احنا مسؤولين كناس مهتمين بالثقافة ومهتمين بالعلوم ومهتمين بالمتاحف، ان احنا نتفاعل مع هذا، لان احنا مسؤولين عن ان احنا نعمل التواصل ما بين الماضي والمستقبل عن طريق الحاضر والجيل اللي موجود معانا. نعم. ولنا مسؤولية مزدوجة، لان احنا في نفس الوقت عايزين نحسن التعليم والبحث العلمي وما الى هذا، بحيث ان احنا مش بس بنقدر نضمن ان الماضي يوصل، انما ايضا ان الشباب ده يتمكن من الماضي ويقدر انه يصنع المستقبل. وده دورنا اللي احنا لازم نفكر فيه. في اطار هذه التغيرات العالمية، مش بس في اطار التغيرات المحليه بتاعتنا. عاوزين نبدا في مرحله كده جديده في مصر. يجب ان يتم البدايه فيها الان. والبدايه دي بقى لازم لها ادوار كتيره للمؤسسات العلميه والجامعات العلميه والثقافيه، مجمع علمي، مجامع جغرافيه الى اخره. يبقى لها دور في المجتمع. يعني استاذ محمود، في عجاله فندم، في عجاله الجامعه الجغرافيه بتاعتنا من اعرق الجامعات الجغرافيه. انما الشعور بيها في المجتمع مش كافي، مش حاسين. قارن بقى مع الناشونال جيوغرافيك اللي الاشعاع بتاعها مش بس في امريكا، وصل لغايه كل العالم. في كل العالم. الكلام معاك ممتع. احنا مش اقل منهم. طبعا مش اقل منهم. عاوزين نبدا. والشباب المصري هيعمل احسن من كده. اتشرفتني يا فندم، وشكرا جزيلا. دايما بتسعدني بوجودك دكتور اسماعيل سراج الدين. شرفتني يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. اسمح لي كده نشوف حاله الطقس في مصر خلال ال 24 ساعه القادمه.